أحبتي طالبة الصف السادس، أهلا وسهلا بكم في العام الدراسي الجديد. إليكم هذا المقطع الذي يتضمن وصفا لوحدة مادة التربية الإسلامية الأولى للصف السادس، والتي سوف تتناول في بدايتها سورة الزلزلة، وأيضا أسماء الله الحسنى المحيي والمميت، كذلك درساً في التلاوة والتجويد الميم الساكنة ونزول القرآن الكريم وقضاء الصلاة. تتناول عزيزي الطالب هذه الوحدة بعنوان عظمة الله تعالى بداية سورة الزلزلة التي تعرض أحداثاً من يوم القيامة وتؤكد أن الإنسان سيحاسب على أعماله جميعها، صغيرها وكبيرها، خيرها وشرها. كذلك عزيزي سوف تتحدث في هذه ال أو في هذا الدرس عن الموضوعات الرئيسة للآيات الكريمة والتي تدور حول أحداث يوم القيامة وحساب الناس على أعمالهم. سوف تقرأ السورة ونتعرف إلى المفردات والتراكيب الخاصة بها. بعد ذلك سوف نتعرف إلى بعض أحداث يوم القيامة وحساب الناس على أعمالهم. بكل تأكيد عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى درس آخر من أسماء الله تعالى الحسنى، وسوف نتناول المحيي والمميت، وهما اسمان من أسماء الله الحسنى يدلان على قدرة الله تعالى على إحياء المخلوقات وإماتتها. ولا بد أن تعرف أن هناك العديد من الأمثلة الدالة على قدرة الله تعالى لإحياء والإماتة، كخلق الإنسان وإحياء الأرض بإنزال الغيث والشعور بالهدوء والطمأنينة وإدراك أن الحياة نعمة من أنعم الله تعالى على عباده. ينتقل الطالب بعد ذلك لدرس التلاوة والتجويد بتطبيق سورة الحديد، ثم ننتقل إلى نزول القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، واستمرار نزوله مفرقاً مدة 23 سنة. في هذا الدرس سوف تتعلم عزيزي كيفية نزول القرآن الكريم، ولما رتبت هذه السور، وبدء القرآن أو بدء النزول، والحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقاً وليس بشكل كامل. هذا الدرس سيجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بنزول القرآن الكريم. في الدرس الخامس أحبتي سوف نتحدث عن قضاء الصلاة وشروط صحة الصلاة بشكل عام، وأن لكل صلاة من الصلوات وقتاً محدداً يحرص المسلم على التزامه، فمن فاته أداء الصلاة على وقتها فعليه قضاؤها. ولا بد أن تعرف عزيزي أن الصلاة من أهم العبادات التي تقربنا إلى الله تعالى، فينبغي لنا المداومة عليها والمحافظة على أدائها. سوف يتعرف الطالب بشكل مبسط إلى حكم تأخير الصلاة عن وقتها وكيفية قضاء الصلاة بحال التأخر عنها. وهكذا نكون قد أنهينا محتوى الوحدة الأولى. وهذه الوحدة عزيزي سوف تتكامل مع تكنولوجيا المعلومات، إذ إنك سوف تتمكن من خلال الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات من البحث عن مصادر مرفقة للطالب عن أفكار ومعلومات حول أسماء الله تعالى الحسنى وقضاء الصلاة، كما تستطيع تصميم المشروع الخاص بك من خلال الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالتكامل مع مادة التربية الاجتماعية، سوف يؤثر ذلك مباشرة على شخصية الفرد الاجتماعية ويعزز قيمه حينما يدرس درس قضاء الصلاة، كما أن التربية الإسلامية تتشارك مع مادة التربية الاجتماعية في تاريخ نزول القرآن الكريم في غار حراء، وموقع غار حراء في جبل النور الذي يبعد عن مكة المكرمة 4 كيلومترات. لكل وحدة هناك مشروع،
ومشروع هذه الوحدة أن يصمم الطالب منشورة مطوية عرضا تقديميا أو بطاقات ملونة حول بداية ونهاية وقت كل صلاة، وذلك بالتعبير عن الأوقات بالرسوم والألوان والرموز والتلوين، وهذا تابع للدرس الخامس قضاء الصلاة. ذلك يجعل الفرد يندمج مع المجتمع ويقوم المشروع على نشر الوعي بين الطلاب، بالإضافة إلى تقوية حس التوازن والمسؤولية لدى الطالب والعمل بروح الفريق. وبالعودة إلى رؤية المدرسة الأمريكية الحديثة في رعاية المتعلمين مدى الحياة والمفكرين العاملين، ليصيروا مواطنين مسؤولين يتمتعون بصفات قيادية وقيم عالمية، يساعد ذلك في توعيتهم للأمور الدينية والعقيدية ليتعرف إلى أسماء الله الحسنى المحيي والمميت. كما سيتعرف الطالب إلى نزول القرآن الكريم، مما يعزز معرفة الطالب الدينية والتاريخية بالوقت والمكان الذي نزل فيه كتاب الله، كما يتعرف إلى كيفية قضاء الصلاة ومعرفة مواقيت الصلاة، وذلك من خلال تزويد الطلبة ببيئة تعليمية تفاعلية مدمجة تحفز التحدي ضمن مجتمع دولي متعدد الثقافات يركز على المناهج العالمية والتوازن النفسي. ومن المهم بمكان أن ننوه أن هناك مصادر خاصة للوعي.